اللي جابتها اختك من يومين لحقتي تلبسي لها اياها؟ امبلا هي الكنزه، بس هي اصرت وقلحت انه تلبسنيها قبل ما هي تلبسها. ايه صدقتك. بونجور بابا. بونجور حبيبتي. صلى صحه وعافيه. بدك شي حبيبي؟ لا قلبي. لا حبيبتي الله معكم. دعاء. الله يهديك. الله معك. سمر حبيبتي. ايه حبيبي. حوالي الساعه 10 بدي ابعث لك شيك مع سالم، بدي اياه كاش دولار. على راسي. باي. الله معي. صباح الخير. لما عرفت انك هون طمنت انه كل اموالي بخير. حازم؟ مو معقول. لك اهلا اهلا شو؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اشتقت لك. انا كثير مشتاق لك. كيف صحتك؟ تمام كثير. لك كبران لا تحكي لا تحكي عود. هيك الجواز بيعمل؟ لسه اكثر واكثر. شفت سامر العابي؟ ايه. هو قال لي انك عم تشتغل هون بالبنك فمباشرة اجيت لعندك. يلا شو مقصر معك سامر؟ شو اخباره صحي؟ لا منيح الحمد لله، شكله واموره مرتاحه يعني. ايه كثير منيح. وانت من فتره سمعت عنك اخبار حلوه كثير بدبي. انا تركت دبي وهلا جاي لهون لعندكم. يا سيدي اهلا وسهلا فيك. نحن بنرحب فيك. بس ليش تركت؟ تعبت تعبت. بعدين الوالده كبرت وصارت مسكينه لحالها. بعدين اشتغلنا جمعنا شويه مصاري ورح نبلش فيهم شغل جديد ان شاء الله. ما بنخاف عليك. برافو عليك. طيب انت شو مفكر؟ شو المشروع بدك تفوت فيه؟ انا عملته خلصت. يطعمك الحج والناس راجعه. عملت شركة تخليص شحن وتخليص جمركي بشحن يعني. ايه ايه سميتها مارينا. مارينا؟ ما هي لا؟ مارينا لي. اوعى الخشب. برافو عليك. سمعتها حلوة كثير. تسمع وياها كويسة؟ برافو عليك. احسنت احسنت. بتعرف هادي انا حاسس لسه المستقبل هون رح يكون احسن من هلا بكثير. ما تاكل هم. فعلا الامور منيحة. ما تاكل هم. ان شاء الله ان شاء الله. طيب حزوم شو بدي اسألك هيك سؤال لك لحالك، تزوجت؟ انا لا والله لسه. انت كيف امورك؟ انا كثير منيح. ومرتي راما بتشتغل معي هون، كنت عرفتك عليه بس هلا اخذ اجازه امومه. من 4 شهور جبنا هيك دعبوله صغيره بيبي طاير عقلنا فيه. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. تاخذ نسكافيه؟ لا دخيلك هذه معلش. انا مستعجل وعندي ميتنج بعد شوي. بعت للموظف اللي عندي. ايه مشان هي المعامله. قالوا له انه لازم احضر شخصيا. ايه والله يا صديقي، هي بدها توقيعك انه لازم انت تكون على شخصيا. على كل مو مشكلة. في هلا مدموزيل سمر هلا بيحكي معاه، بشر لك فيها. طيب إذا مدموزيل سمر حلوة أنا بروح لعندها لحالي ولا بعتني هذا؟ شو رأيك؟ خذ. روح هلا بيحكي بصية فيك. طيب ماشي. هذه أنا بعد الغيبة ما عاد عندي رفقات أبدا. هي كل تليفوناتي. اتصل فيني خلينا التقى. طيب. وهي تليفوني هون الموبايل، وأي شيء بدك إياه بالبنك فورا احكي معك. ممنون. اكيد نلتقي. شكرا. الى اللقاء. باي حزوم. مو فاهمي. مع السلامه. اسمه حازم؟ شو ما عملته؟ لك هادي اذا ما له حلاوه مثلك ما بساوي له اياها ها؟ ايه بنشوفه اوكي. لك تكرم عيونك هادي بيك بدنا خدمه تحرز. هادي انا انشغلت. بروح بحكي معك. احنا ملتقينا بالهلا شيء؟ حضرتك سيد حازم؟ ايه حضرتي سيد حازم. بس ما جاوبتيني. وشك ابدا مو غريب علي. ما بعرف بجوز ملتقيين بلد صغيرة. هو انا عم بسأل لأنه يعني أنا صار لي تقريبا 10 سنين برا البلد، فقلت لحالي بركي مجتمع فيكي بدبي أو شيء. بس 10 سنين معتك كان عمري 15 سنة. لا مالنا ملتقيين. معناتها في وجوه يبدو انه أليفة الواحد بفكر حاله شايفها بلهلا. مرسي كلك ذوق. ممكن الاوراق اذا بتريد؟ ايه تكرم عينك. شكرا. شو مرتفعة نسبة الجمال ببلدنا؟
ريتني جيت من زمان. احتمال نزعجك بعد يومين ترجع. يعني ما بيمشي الحال اليوم؟ يا ريت والله، لو القصة بإيدي ما بقصر أكيد. أوف أوف أوف، وهي ما بتوصايك. شي هاي المعاملة ضروري تعبي لي إياها وتوقعها إذا بتريد، والباسبور أو الهوية لو سمحت. إيه على عيني. في باسبور وفي هوية. ما بتفرق. تفضل. هوية، ميرسي، عن إذنك لحظة. تفضل. ليش وصفني سمورتي؟ هاي لولو، كيفك حبيبي؟ منيحة، صلي شي ساعة ونص واقفة عند الباب عم طلع عليكي وانتي ولا كأنك هون. تعبانة يا لولو، كتير 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 كتير. والله ما شكلك تعبانة، بنوب بنوب بنوب. شو لك يا نودي؟ ما بعرف. يلا أمي تعي، ماما بعتتني عم بحطوا الغداء. يلا هلأ بغيروا بالحركة. لولو تعي. شفتي؟ في شغلة حلوة صارت معي اليوم، من فرحتي فيها حاسة إنه أنا بدي أحكي، ولأنك أنتي بيت سري وأكتر وحدة بتفهمني بهالبيت فأنا بدي أحكي لك. هاتي لنشوف شو القصة. في واحد شاب، حدا يعني دق باب قلبي اليوم. لا عم تمزحي عن جد؟ عم بمزح. طيب انتي شو؟ ما بعرف ليال، لا تسأليني عن شيء. اللي بعرفه انه انا كل عمري ما بتأثر ورصيني ما بعرف شو صار لي، انا ما صفيت انا. طيب هو محسسك بشيء؟ ما بعرف ليال، ما بعرف. كل اللي بعرفه انه انا اول ما شفته لهذا الرجال تكركبت فوقاني تحتاني، مشان الله شو اعمل؟ بسيطة، هو له عندكم معاملة بالبنك؟ ايه. يعني انت صار عندك رقم تليفونه؟ بلا. ليكي منبلش بالخطة التالية، نعمل له تليفونات من فاعل خير ومنقول له في بنت بتطير العقل بتحبك، فيا ريت تزوق على دمك وتقول له انه انت بتحبها يا سئيل. ايش هو هالتخطيطات تبع المراهقين هي؟ يعني انت ليش سألتيني؟ مو لانك واثقة انه انا عندي الحل؟ يعني انت صحيح اختي الكبيرة بس لهلا بتغرق بشبر مي. ليال بليز ما تجيبي سيرة لحدا ولا حدا، بروميس. خلص بروميس، بس هلا عن جد احكي لي شو القصة؟ ما في قصة. هو رفيقه لهادي بزنس مان كان عايش بدبي، عنده معاملة عنا بالبنك واجا لعنا. قام قلت لي شفته، ما تخيلي شو صار. يلا يا بنات الاكل رح يبرد. يلا ماما جينا. خلص روحي انتي بعدين بنحكي، هلا بغير تيابي وبلحقك.